بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 15 من سورة البقرة. نتحدث عن آيات القرآن الكريم، نعتبر كل آية موجهة لك أنت. الله سبحانه وتعالى يخاطبك بكل آية، وتعتبر القرآن يتنزل الآن من السماء عليك، وأن تتخذ القرآن منهج حياة وليس مجرد تلاوة فقط، تقيس عليه أقوالك وأفعالك كلها، وأن تشغل بهذا القرآن عن جميع هموم الدنيا. فمن شغل بالقرآن عن هموم الدنيا وقاه الله جميع الهموم وحلت مشاكله كلها بإذن الله. النهاردة اتكلمنا في الحلقة السابقة عن القصاص، وقلنا أن آية القصاص يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الآية دي أغلب القوانين بتركنا على جنب. الآية اللي بعدها بقى اللي هنرى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا نفرح بدي بقى ونعمل لها احتفال وليالي ملاح و30 ليلة ونغني سبحان الله، ما اللي فرض ده فرض ده. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام كان موجود قبل كده، في بعض الروايات أنه كتب الصيام على اليهود فاختزلوا وقعدوا الشهر يختزل يختصر بقى يوم واحد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوما واحدا، فقال ما هذا اليوم؟ قالوا يوم عاشوراء. فقال لما؟ قالوا يوم مبارك نجى الله فيه موسى من فرعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، هل تصدق؟ أما النصارى فبدأوا في زيادات، كل ما يحبوا يعملوا حاجة يزودوا أسبوع أسبوعين، بقى الصيام عندهم شهرين 3 أشهر 4 أشهر، يعني كل ما يحبوا يعملوا حاجة يصوموا. طبعا الصيام الإسلامي غير أي صيام، الصيام الإسلامي من الفجر إلى الإيه؟ إلى المغرب، لكن ممنوع تاكل وتشرب وتجامع فيه. لكن في صيام تاني لناس تانية تاكل وتشرب بس تبعد عن اللي فيه روح. لا طبعا الصيام بتاعنا انقطاع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بهذا الصوم يمكن يحصل لكم تقوى. طب يعني ايه تقوى؟ يعني احس بالإيمان بقى، احس ان انا بخاف من ربنا فعلا، احس بحلاوة الإيمان. انا ساعات طول ما انا باكل وبشرب على مزاجي في اي وقت مش مركز، مش عارف حتى ان الاكل ده نعمة ولا الشرب ده نعمة. لكن لما بيتمنع عني يمنع عني الطعام والشراب من الفجر الى العشاء، وابقى عايز اشرب مش قادر، عايز اكل مش قادر، فببقى حاسس بحرج. الله ده انا كنت في نعمه، انا كنت في نعمه كبيره، ايه الحكايه ده؟ الميه دي نعمه والمشروبات نعمه والاكل نعمه والجماع نعمه وكل ده ممنوع ولازم اسمع. طب انا ممكن اكل واشرب ومحدش شايفني، ممكن اكل واشرب ومحدش شايفني وحد شايفني؟ لا، امال ده العباده دي بتربي الضمير، بتربي الضمير. انا ممكن اكل واشرب ومحدش شايفني، زي ممكن اقتل ومحدش شايفني، بس لو ضميرك صحي هيموتك. اياما معدودات، الصيام اياما معدودات، ما ربنا ما قالش السنه كلها، اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. ورغم ان الصيام ايام معدودات لكن ربنا ما فرضش على الناس كلها. طب اللي عيان ولا مسافر ولا كذا يبقى يعيد. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى، وعلى الذين يطيقونه اي يصومونه بصعوبه او لا يطيقون صومه اصلا فديه طعام مسكين. مين ده اللي طلع فدية؟ اللي بيطلع فدية اللي هو مش هيصوم تاني، يعني عنده فشل كلوي فشل كبدي لا يمكن يصوم، ممنوع على مريض الفشل الكلوي يصوم، ممنوع، ولو صام لم يقبل الله منه. ليه؟ لأنه هو من أصحاب العذار، أنت تصوم هتتدمر وتدمر البلد معاك، ما ينفعش. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إزاي؟ مكان صيام، مكان فطاري بأكل واحد، ومكان سحوري بأكل واحد بس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ممكن أحد يزيد؟ زيد. وأن تصوموا خير لكم إن لم يكن هناك عذر إن كنتم تعلمون. طيب، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والله سبحانه وتعالى اصطفى هذا الشهر فأنزل فيه، بداية القرآن نزلت فيه يعني. شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نور، النور اللي ربنا نزله ده، النور ربنا نزله ده ما دام نزل في شهر رمضان يبقى نصوم. طب صمنا وقرأنا القرآن وسمت الأرواح، يبقى أنت بتاخد إيه بدل الغذاء الأكل؟ غذاء روح. يعني بدل ما تاكل وتشرب وتملى بطنه يبقى عندك كرش، لا، الروح تتغذى بقى، تقل يقل الدم اللي واصل إلى الأمعاء والبطن ويتركز قوي في المخ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ربنا يعيدها تاني، كررها تاني. ليه؟ لأن في ناس بتتمطع يبقى عيان وبيموت وصايم. يا عم خد الدواء، لا 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 أنا صايم. يا عم هتموت، لا 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 أنا صايم كده. ليس هكذا يعبد الله عز وجل.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لقى مرة واحد بيحج كده ومش تعبان كده ويتهادى بين الرجلين، فقال: ما بال هذا؟ بيعمل ايه ده؟ قال: نذر ان يحج ماشيا. قال: سبحان الله، ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه، ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب. ما حدش ينذر انه يروح يحج حافي ولا يحج ماشي، ما ينفعش ما ينفعش. ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه، بتعذب نفسك ليه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف الجمال، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون ولعلكم تشكرون. بعض الناس يقول: طب ما ساعات ربنا بيشدد علينا البلاء شوية، تشديد البلاء عليك شوية عشان تربية، عشان التأديب، عشان ربنا يطلع أحلى ما فيك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية دي جميلة جدا، جميلة جدا، أنت تسمعها كده وقلبك كده يعني يرق ودموعك تترقرق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا يعني قال بعض المفسرين يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل الله بعيد يعني فننادية، أم قريب فننجية؟ يعني ربنا بعيد نقول يا رب عالي قوي، ولا يعني كده؟ فهو قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي رواية أخرى إن شاء الله هتقولها في الآيات الجاية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافي بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث. أنت دعيت دعوة هتاخد ثلاث حاجات: إما أن يعجل له بدعوتي يعني ربنا يستجيب له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ياه، يعني أنت هتدعي ما أنتش زعلان. أصل في ناس كتير يقول لك: والله بدعي كتير قوي وربنا ما بيستجيبش. أنا مرة كنا قاعدين ندعي كده في امتحان، فأخ عدى علينا وشوشني كده وقال لي: خلي بالك هنا ما فيش إجابة دعاء. فطبعا إيه، الناس من كتر ما دعت ربنا ولم يستجب لها فمتهيألها بقى ما فيش دعاء بيستجاب. لا بيستجاب، بس عشان يستجاب الدعاء لازم تكون إيه، بتاكل حلال، أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، مش بتاكل مال حرام وبتاخد رشوة وربا والرزق بتاعك في شبهة وما انتش عارف انت بتاكل صح ولا غلط، وعلى اي حاجة بتاكلها وعايز يستجاب لك، اطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اذا دعان تدعو طبعا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وربنا بيحب اللي بيدعوه. واحد يقول انا بدعي ربنا ما بيستجبش، لا، انت مش مظبوط، انت مش مظبوط. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مهم قوي قوي واحنا في الصيام نعرف التيسير بتاع ربنا. الاول لما نزل الصيام كان الصيام من اول الفجر لغايه اذان المغرب، تاكل وتشرب لغايه اذان العشاء، اذان العشاء نبدا الصيام. طبعا ده أول فرض للصيام. لما الصيام فرض هكذا كان في ناس كتير قوي عندها مزارع وناس كتير قوي مسافرة وناس وناس، كل اللي يجي فاتوا المغرب والعشاء ملحقش يفطر وملحقش يأتي زوجته وملحقش من، فطبعا إيه ينوي الصيام لليوم التالي. الناس كده هتهلك، الناس كده هتشد عليها. أنا ساعات كتير أبقى مسافر والمغرب جدا علي في الطريق أوصل البلد اللي أنا واصلها في أذان العشاء. طب يعني افرض بقى ان الصيام كان يا دوبك الفطار من المغرب للعشاء، ما كناش هنعمل حاجه. فراح ربنا تبارك وتعالى مدينا الفطره شويه، فخلى الفطار من اذان المغرب لغايه اذان الفجر. خلي بالك بقى: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. ممكن رجل ياتي زوجته يجمع زوجته ليله الصيام، خلاص، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. ما فيش احلى من التعبير ده على وجه الارض. شوف ربنا يصف المسألة اللباس دي، يعني ما يلبس الإنسان يغطيه، كأن الرجل يغطي المرأة والمرأة تغطي الرجل، يعني المرأة تستر الرجل والرجل يستر المرأة. مهمين أوي البعض والله العظيم، مهمين أوي. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، زي ما ربنا قال على اللباس كده: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وحاجة فخفخة كده بس في لباس أحلى، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ده لباس من خشية الله، أنت متدثر به ومتغطي به. طول ما أنت بتغطي بلباس التقوى محدش يقدر يكشف عنك ستر الله أبدا، محدش يقدر يكشف عنك ستر الله أبدا. لكن أنت بقى لو هتكت الستر اللي بينك وبين ربنا، ربنا يكشف عنك الستر، تتفضح.
هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. الناس لما تشدد عليها لما كان الفطار من المغرب والعشاء فكانوا بيغلطوا، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. يا سلام، الخيط الابيض الخيط الاسود مش معناه ان اجيب خيطين واقعد كده اكل لغايه ما اشوفهم، لا، ده دي كنايه عن بزوغ الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل، احنا بنكمل الصيام بتاعنا لغايه اذان المغرب. وبعدين ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. كلمه ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد معناها ايه؟ معناها انه ممكن المراه تكون معتكفه في المسجد، لان ربنا بيقول ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، مش قال بقى وانتم عاكفون ما تخرجوش من بيتكم تروحوا تجمعوا وتيجوا، لا، ما دام في اعتكاف ما فيش جماع. انا ناوي اعتكف زي الناس اللي بتعتكف في رمضان، ما فيش جماع. الله، معنى كده ان المراه ممكن تعتكف في المسجد؟ امال ولا تباشرون وانتم عاكفون في المسجد؟ طب المراه ممكن تعتكف؟ تصلي في الفرائض في المسجد؟ المراه ممكن تحضر مجالس العلم في المسجد؟ للاسف الشديد تربينا سنوات طويله جدا ونساء كثيرات من المسلمات لا يدخلون المساجد. امال بعض الشيوخ افتوا وصلاه المراه في قعر بيتها وفي اسوأ قطعه في بيتها، عملوا فينا مصيبه. ايه المصيبه اللي عملوها فينا؟ المصيبه اللي عملوها فينا ان هذه النساء عندها المسجد حرام. يعني ايه المسجد حرام؟ يعني المشايخ بتقول ما نروحش المسجد. طب لما ما نروحش المسجد نعمل ايه؟ بص بقى للبلاوي اللي جت. نساء المسلمين او بعض نساء المسلمين ما بيروحوش الجوامع بس بيروحوا الكنائس. والله العظيم، والله العظيم اعرف كثير من المسلمات لم يدخلوا مسجدا طول حياتهم، لكنهم راحوا الكنائس. في مناسبات، في اعياد النصارى، في كذا، ما شاء الله، تلاقي المسلمه مرتبطه بالكنيسه وما بتروحش الجامع. ما بتروحش الجامع ليه؟ لا، حرام، اللي بيروح الجامع حرام. لدرجه ان من كتر ما الستات سمعوا كلام المشايخ ان الصلاه في المساجد حرام، مثلا لو سيدات رايحين يشتروا حاجات، خلاص جات لهم قضاء حاجه، يعني واحد عايز يخش الحمام، هتخش حمام المسجد؟ طب لما تدخل الحمام يبقى تتوضا تصلي ركعتين؟ لا لا لا، حرام اللي الصلاه. امال مش حرام ان انا اخش اخد حاجتي؟ يعني حلال ان اتبول واتبرز، ومش حرام ان انا ومش وحرام ان اصلي؟ جنان، جنان رسمي اصاب الناس. زي كده ما عدنا نقول العمل في البنوك حرام، العمل في البنوك حرام، غيرنا قالوا لنا لا احنا عندنا حلال، هم حلال 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 واحنا حرام حرام، بقينا لقينا البنوك كلها والعياذ بالله ناس يعني غير مسلمه ولا تتقي الله. فوقنا بقى في الاخر قلنا لا، ما ينفعش ما ينفعش، انا اعمل في البنك والعمل في البنك زي العمل في المستشفى، زي العمل في المدرسه، زي العمل في المسجد، كلهم اناء واحد. ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. المراه مكانها في المسجد زي الراجل بالظبط. وايما امراه لا تذهب الى مسجد يغضب الله عليها، اوعي سيبك من كلام المشايخ والكلام ده. المراه مكانها في المسجد زي الراجل بالظبط، وابني وبنتي طالعين عارفين مكانهم في المسجد. اذا ما كانش مفروض عليها انها تؤدي كل فريضه في المسجد، فعلى الاقل في جمعه، على الاقل في رمضان، على الاقل في درس علم. احنا بنصلي على المراه في المسجد التي كانت تصلي فيه، لكن في نساء عمرها ما عتبت جامع، وبعد كده نيجي نوع من حج وعمره. رايحة تعمل حج وعمرة فين؟ الحج في المسجد الحرام والعمرة في مسجد النبي. طب ما المسجد حرام، راح المسجد ليه؟ راح المسجد ليه؟ كفاية علينا الكنيسة، ما دام احنا هنروح الكنيسة هنروح الجامع ليه؟ فإذا احنا عندنا بقت كارثة، عندنا كوارث. المرأة تروح المصيف، تروح الشغل، تروح تتفسح، تروح مش عارف ايه، تيجي عند جامع لا حرام. لدرجة ان بعض السيدات اتربوا على ان اللي تروح المسجد حرام، يبقوا مثلا رايحين معاهم واحدة بتحب تصلي في الجامع، يقولوا لها ايه اوعي تسيبينا وتخش تصلي في الجامع، ان احنا نلف ونشتري حاجات، كل يوم نخرج نشتري حاجات، كل يوم نخرج نشتري حاجات، لكن نروح الجامع لا. حاجه وقعنا في حرج شديد، وقعنا في حرج شديد جدا. انت يعني انت متخيل؟ ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. طبعا ايات الصيام والرفث من الايات الجميلات، ولكن طبعا إن شاء الله هنكمل في الحلقات القادمة بإذن الله. انتظرونا في روضة القرآن. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من